تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على المكسيك بعد أن وعدت باتخاذ خطوات جديدة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: يسرني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك، والرسوم الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها من قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل ضد المكسيك تم تعليقها إلى أجل غير مسمى. ويسمى القرار وفقا لمتتبعي لهذا الملف انتصارا للرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور، الذي كانت إدارته تضغط على ترامب لتخلي عن التهديد بفرض رسوم جمركية.